السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا أحمد ناصر، أحييكم من أنكاريمي.com. وفي هذا الفيديو الجديد سنقوم بالحديث عن موضوع إكمال التحميلات الخاصة بنا وإكمال إعداد البيئة الخاصة بالجافا وأيضا البيئة الخاصة بالأندرويد ستوديو. لذلك أصدقائي سنبدأ هنا ونذهب إلى الملف الخاص بالتحميل. نفتح الملف، تجد أن لدينا أمر مهم اسمه جي دي كي، نحتاج لتحميله عندنا على الجهاز. ولعمل ذلك تضغط على الزر اليمين، يوجد لدينا خيار Run as Administrator، نختار هذا الخيار. بعدها نعمل Next، ومن ثم نذهب إلى الصفحة التالية، يطلب مننا صفحة للتحميل خاصة بالجافا، نختار سي بروجرام فايلز جافا جي دي كي. والآن نقوم بعملية تحميل للجي دي كي الخاصة بالجافا ديفلوبمنت كيت. طبعا الجافا ديفلوبمنت كيت هي عبارة عن الملف الضروري أو الباكج الضرورية الخاصة بتطوير برمجيات لغة جافا، و نحتاج أحيانا لتحميل شيء مرافق للجافا ديفلوبمنت كيت، هو الجافا ران تايم انفايرمنت جي ار اي. طبعا احنا نزلنا جافا جي دي كي مباشرة، أعطانا خيار إنه ننزل الجي ار اي، فبنعمل نيكست. طبعا بعطينا إنه لغة الجافا الآن شغالة على أكثر من 3 بليون ديفايسز. طبعا نقصد في 3 بليون ديفايسز اللي هي الجافا جيف فيرتشوال ماشين، اللي هي بتشتغل عليها الجافا فيرتشوال ماشين، اللي بتشتغل عليها لغة الجافا، اللي بتشتغل عليها لغة الكوتلين، اللي بتشتغل على الجافا فيرتشوال ماشين، اللي بيشتغل عليها الاندرويد. فالجافا فيرتشوال ماشين امر مهم جدا. فزي ما احنا شايفين الان جافا دي اس اي ديفلوبمنت كيت سكسسفولي انستولد، تم تنزيلها بنجاح. الخطوة اللي بعد هاي الخطوة بنروح على نفتح قائمة الستارت منيو. اوكي، نورجيكم اياها عشان يكون بنفس الصورة. اوكي، بنروح على الستارت منيو اسفل. اوكي، في عنا فايل اكسبلورر، بنفتح فايل اكسبلورر. بعدها بنروح على this PC، نروح على الزر اليمين. اوكي، بروبرتيز، نروح على advanced system settings، نروح على environment variables موجودة عندنا، ومنعرف environment variable جديد اسمه java home. هلا اذا بنيجي على environment variables الموجودة عندنا هون، ما في عنا اشي اسمه java home، فعشان نعرف الجافا هوم اوكي بلزمنا نيجي نعمل نيو سيستم فاريبل، ونعطيه اسم جافا اندرسكور هوم بهذا الشكل. طبعا منين نجيب القيمة او الباث الخاص بالجافا هوم؟ قبل ثواني ورجيناكم كيف. نروح على السي بروجرام فايلز، في عندنا هون فايل اسمه جافا، في عندنا جافا جي دي كي. اوكي، هذا هو الباث اللي لازم نضمنه عندنا في الجافا هوم. ننسخ كوبي وبنضع هذا القيمة هاي في الباث الموجود عندنا هنا. طبعا ليش عملت هاي الخطوة؟ اذا بنفتح جوجل، في عندنا شغلة مهمة جدا، هو سيت اب جافا هوم اندرويد ستوديو. اذا بتبحث عن هاي الجملة على جوجل راح يعطيك انه من المتطلبات انك تعمل سيت اب للجافا هوم. وين بدك تأشر؟ تأشر على سي بروجرام فايل جافا جي دي كي. طبعا هي 1.7 راح نستخدم في هذا الدورة، 1.8 اللي هي احدث اصدار من الجي دي كي اللي بتشتغل عليها الاندرويد او واندرويد ستوديو 3، وايضا نقدر نشغل على لغة الكوتلين. فراح نعمل اوكي، والآن صار عندي جافا هوم. بعمل اوكي وبسكر كل النوافذ الموجودة عندنا. اوكي، نزيح شوي
ورجيكم الستارت، بروح على الستارت تحت. اوكي، ببحث عن ايش اسمه سي ام دي، اللي هو كوماند برومبت. بكتب كلمه سي ام دي، سي ام دي، بطلع لي الكوماند برومبت، بكبس عليه، بعمل له رن از ادمنستريتور، بفتح عندي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. ببساطة جدا راح نكون في اللي هو نكتب كوماند لاين، نكتب سطر، نتأكد ان نشوف اذا الجافا نازلة ولا لا. فعشان تشوف اذا الجافا نازلة ولا لا عندك، بدك تكتب كوماند. الكوماند هذا مهم جدا. اذا بتفتح النوت باد نعطيكم اياه عشان تخزنوه عندكم. نعمل فونت سايز، كبر الخط شوي، نختار مثلا 72. نكتب هذا الكوماند جافا شحطة فيرجن. طبعا جافا شحطة فيرجن بعطيك اذا الجافا نازلة ولا لا. فخلينا نشوف جافا شحطة فيرجن، هل نازل الجافا؟ زي ما انتم لاحظين الجافا عندنا نازلة، فبقدر احدد التكست. اذا بدك تنسخ اشي من الكوماند لاين تعمل له كوبي، تقدر تيجي تعمل له لصق هون، راح تشوف انه الجافا عندنا نازلة بشكل ناجح. الاصدار الجافا اللي موجود عندنا جافا 1.8.0، الجافا اس اي ران تايم انفايرمنت نازلة، وكمان عندنا الجافا فيرتشوال ماشين نازلة الاصدار 25. اوكي، فهاي بتعطيك انه نظرة انه الان احنا قمنا بتنزيل بنجاح الجافا فيرتشوال ماشين، نزلنا الجافا ران تايم انفايرمنت، ونزلنا الجافا جي دي كي، والان احنا بنقدر نبلش في برمجة تطبيقات الجافا والاندرويد، وبنقدر نشغل نبلش في تحميل الاندرويد ستوديو. ف بعد ما قمنا بتحميل الجافا جي دي كي وتاكدنا انها شغاله، بنيجي على الاندرويد ستوديو، بعمل له اكستراكت. سواء اذا بتستخدم برنامج الوين رار او اي برنامج اخر بامكانك استخدامه عشان تنزل اندرويد ستوديو اللي هو 3 الاصدار الثالث من اندرويد ستوديو او 3.0، اللي بنقدر نبني عليه تطبيقات الاندرويد او، وبنقدر ايضا عليه نشتغل عليه تطبيقات الكوتلين باستخدام لغة الكوتلين او لغة الجافا حسب ما بدك. لكن الان نزل اندرويد ستوديو، تلاحظ هاي الاندرويد ستوديو الموجود عندنا، قمنا بتنزيله بنجاح. اوكي، اذا بتشوف الملفات الموجودة عندنا هون، في عندنا بن، في عندنا ملف اسمه ستوديو. فانا ايش راح اكون بعمل الاتي، راح اقوم بعمل صفحة جديدة. اوكي، خلينا نروح على دي، راح اقوم بنسخ الاندرويد ستوديو لدي او الاي حسب اللي بدك اياه. انا بدي اروح هون على دي، بدي اعمل فولدر جديد اسميه ابس، واجي انسخ الفولدر الخاص بالاندرويد ستوديو على هذا الفولدر عشان اقدر اعيد استخدام الاندرويد ستوديو. طبعا هاي عمليه النسخ ما بتاخذ دقائق حسب سرعه الجهاز اللي عندك. فقط انا بدي انسخه محل ما عملت له اكستراكت، بدي انسخه على الفولدر الدي. اوكي، بعد ما انسخه بدي اعمل له شورت كات عندي في باجي عليه، بعمل له شورت كات، بدخل على ملف اسمه بن، بعمل له شورت كات على الديسكتوب، بعمل له اختصار على سطح المكتب. تقدر ايضا تكبس عليه وتعمل له اختصار عندك على لوحة التحكم. اذا انت بتستخدم 64 بت فبنصحك تستخدم الاندرويد 64 بت، تقدر تيجي عليه تعمل له بين ان ستارت، تقدر ايضا تعمل له بين في تاسك بار، فبصير عندك تحت هون. فالان نقدر نشغله، نكبس عليه على الزر اليمين run as administrator. فالان راح نكون باول مره بتشغيل اندرويد ستوديو. طبعا الان راح يسال لي هل بدك تعمل استيراد لسيتنجز من اندرويد ستوديو قديم، بحكي له لا انا ما بدي، بدي اعمل do not import settings، تبلش settings from scratch. فراح يشتغل عندي الان اندرويد ستوديو زي ما انتم شايفين، راح يحمل، احيانا بقعد دقائق طبعا حسب سرعه الجهاز. راح يقوم ايضا بتحميل مجموعه من الامور الخاصه ب اس دي كي كومبوننت. اوكي، ويقوم بتنزيلها. فاول مره في اي تطبيق راح ياخذ بعض الوقت. الان بحكي لي ويلكم، اهلا وسهلا فيك في اندرويد ستوديو،
بنعمل نيكست، بحكي لي تشوز تايب سيت اب الستايل الخاص بالاندرويد ستوري، احنا راح نختار الستاندرد. هون بحكي لي في بعض الامور متطلب انها تكون موجودة عندك وتكون منزلها، طبعا هو راح ينزلها على الفولدر التالي سي يوزر اس دي كي. هلا اذا في عندك اشكال في تحميل اس دي كي على هالفولدر ممكن ترجع باك تعمل كاستم وتختار الشكل اللي انت بدك اياه، سواء اللايت فيرجن او البلاك وايت فيرجن. ف حسب ال خلينا نختار احنا اللون الاسود والابيض. اوكي هلا هون راح يحكي لي وين بدك تنزل الاس دي كي، انا بدي اختارها على باث ثاني، فبعمل له تشوز. هون باجي بختار دي اوكي، او نختار خلينا نختار اي على سبيل المثال، او دي نختار الابس. اوكي ممكن نعمل فولدر جديد نكبس على هالإشارة نسميها اس دي كي ونعمل اوكي. عمل لي فولدر جديد في داخل الابس اسمه اس دي كي، بعمل له اوكي. حددنا اللوكيشن. راح ننزل طبعا الكومبوننتس التالية اللي هي اندرويد اس دي كي، راح ننزل اندرويد اس دي كي بلاتفورم الاي بي اي 26 الخاصة بالاندرويد او الاي بي اي 26. الاصدار السابق كان اي بي اي 25 لاتس فيرجن اوف اندرويد الاندرويد او، حاليا في 2017 هو اندرويد او الاي بي اي 26. راح نختار احنا الاصدار هذا، وراح نختار ايضا فيرتشوال ديفايس اللي هي الفيرتشوال ديفايس راح نشوفها في الفيديوهات القادمه اللي هي الجهاز الاندرويد الوهمي. حتى لو ما في عندك جهاز اندرويد ممكن تقدر تحمل او تشغل تطبيقات الاندرويد على جهازك الوهمي اللي هو زي جهاز وهمي بينزل عندك على الكمبيوتر وبتقدر تشغله. فراح نختار هاي الخيارات، نعمل نيكست. هون انا عندي 32 جيجا على الجهاز، ف بقترح عليكم ترفعوا الميموري تبعت السيميليتر تكون تقريبا 2 جيجا. طبعا عشان تعملوا حساب كيف يعني 2 جيجا، 2 جيجا عبارة عن 1024 1 ميجا 1024 كيلو بايت. احنا بنحكي عن 2 جيجا، فبتضرب ضرب 2 فبنحكي عن 2048. فهون نيجي نختار 2048 اللي هي الذاكرة تكون عندي، تكون عندي 2048. طبعا هون 2048 بهذا الشكل اللي هي الرام. اوكي في عندك يوزر ريكومندد سايز اللي هو 512، احنا نرفعه ل 2 جيجا زي ما حكيت لكم 2048. ممكن تختار اكثر لكن انا بنصح بهذه القيمة، ممكن لاحقا ترفعها، لكن 2 جيجا رام يعني شيء جيد جدا عشان تختبر تطبيقاتك. بنعمل نيكست. طبعا هاي الاشياء راح تنزل حجمها تقريبا 1.6 جيج، راح تنزل على الدي، راح ننزل الاندرويد ايميليتر اللي هو الجهاز الوهمي الخاص بالاندرويد، راح ننزل اس دي كي الخاصه بالاندرويد، راح ننزل ايضا الاس دي كي تولز والجوجل اي بي ايز، وايضا الاتش اي اكس ام اللي هو عباره عن اكسلريتد سوفت وير على الهاردوير ليفل عشان تقدر تشغل تطبيقاتك الاندرويد بشكل سريع عندك على الجهاز، الخاصه بالانتل اكس 86 ايميليتر. فبختار كل هاي التفاصيل، هي ايضا مختارها فقط سمري، وبعمل فينش. طبعا الان راح نكون بتحميل الكومبوننتس الخاصه بالاندرويد. العملية هاي راح تاخذ وقت، ممكن تشوف الديتيلز الموجودة هون وترقبها. تأكد انه اللابتوب عندك مشبوك في الشاحن، تأكد انه خط الانترنت عندك جيد لما تعمل هاي الخطوة، لانها ممكن تاخذ حسب سرعة الانترنت عندك ممكن تستمر لنص ساعة او ساعة حسب سرعة الانترنت اللي عندك. فهاي خطوة اساسية وضرورية، شرحتها بالتفصيل كيف ممكن تغير اللوكيشن الخاصة او مكان تحميل اندرويد ستوديو على ويندوز. خطوة طبعا مشابهة جدا في الماك، لكن
بهمك جدا انك تعرف وين تنزل اس دي كي، بهمك جدا تعرف وين موجود الاندرويد ستوديو، وايضا مهم جدا انك تضيف الاندرويد ستوديو عندك على التاسك بار عشان توصل له بشكل سريع. فراح ننتظر قليلا ريثما تتم عملية التحميل بنجاح، ونراكم خلال دقائق. أهلا بكم مرة أخرى. الآن بعد استكمال التحميل للأندرويد ستوديو سيت اب، قمنا بتنزيل كافة المتطلبات كما ترون. يمكننا الضغط على زر فينيش، ويمكننا الآن البدء بعمل مشروع جديد عن طريق الذهاب إلى Create a new Android Studio project، وهنا نختار المكان الذي سنحفظ عليه المشاريع، نقوم بتغييرها إلى D، وهنا نقوم بعمل فولدر جديد نسميه على سبيل المثال Android Studio، ونضغط OK. يمكنك إعادة تسمية المشروع على سبيل المثال إذا ذهبت هنا إلى Show ان دايركتوري، لكن الخيار هذا معطل حاليا. تذهب الى دي اندرويد ستوديو بروجكتس شحطة بروجكتس، قمنا بعد تسميته، نختاره، والان سنقوم بعمل نيكست. سنختار الاي بي اي، كما ترون لدينا اندرويد اي بي اي او، وهي آخر API. تلاحظ أن هذه الـ API فقط 1% من الأجهزة في تاريخ اليوم يمكنهم العمل على أندرويد أو، لأنها أحدث إصدار من الـ API. إذا ذهبنا إلى إصدار آخر مثلا إصدار 20، تلاحظ أن 71% تقريبا من الأجهزة يعني لديها أندرويد كيت كات، اللي هو بيشتغل على معظم الأجهزة مثل جالكسي نوت 2، وهو جهاز قديم نوعا ما. إذا ذهبنا إلى 18 مثلا، تلاحظ أن تقريبا 91% من الأجهزة. فهنا تختار الـ API التي تود العمل عليها. طبعا تلاحظ أقل API لدينا الآن هو 19، و أو خلينا نشوف الـ 14 حاليا أقل API. تلاحظ 14 هو كل الأجهزة تقريبا، إذا بتعمل تطبيق أندرويد على API 14 بيشتغل على كل الأجهزة. فاحنا راح نختار يعني لهدف هذا الدرس راح نختار اندرويد او، لانه الكورس هذا مختص في اندرويد او ابليكيشنز، فراح نختار اندرويد او. راح نعمل طبعا ما راح نختار وير او تي في او اندرويد او، راح نختار فون او تابلت. تطبيقات راح نعملها مين اللي راح تكون للفون وللتابلت. راح نختار نيكست، راح نختار امتي اكتيفيتي، نعمل نيكست، طبعا نعمل بعدها بعد ما نعمل نيكس نعمل فينيش. اوكي، فالان زي ما انتم ملاحظين راح نعمل اول اندرويد بروجكت لنا، ونفتحه مع بعض نشرح لكم شوي على اندرويد ستوديو. ففي الفيديو احنا شفنا كيف ننزل اندرويد ستوديو، ننزل الديبندنسز او المكتبات الخاصه بالاندرويد ستوديو، ايضا شفنا كيف ممكن انه ننزل ادوات مساعده للاندرويد ستوديو مثل السيميليتر او الايميليتر، وايضا ننزل الاكسلريتر، وشفنا كيف نعمل مشروع جديد بشكل سريع. طبعا اول مره بتعمل مشروع اندرويد ممكن ياخذ وقت كبير، لكن بعدها بصير عمل مشاريع اكثر، لانه كل الملفات والديبندنسز المكتبات المربوطة في الاندرويد ستوديو بيتم عملية كاشنج لها ولودنج لها، فبتكون عملية عمل مشروع جديد سريعة. يجب عليك انتظار قليلا، احيانا 5 دقائق 10 دقائق في المرة الاولى، فبدك تكون صبور، وخاصة اذا جهازك كان مش سريع بدك تتحمل، يعني المرة الاولى ممكن ياخذ شوية وقت. لانتو شايفين الجهاز اللي بستخدمه سوبر كمبيوتر، يعني 32 جيجا i7، ويعني والعملية ليست سريعة بما تتخيلون يعني، فبدك تستنى المرة الأولى الوهلة الأولى تكون صبور على بين ما تحمل كل الملفات والست اب تكون جاهزة عندك. احنا راح نوقف هذا الفيديو حاليا. ريثما يشتغل معنا الاندرويد ستوديو للمرة الأولى، وراح نكمل في الدرس القادم
نعطيكم نبذة وجولة سريعة في داخل بيئة عمل أندرو ستوديو. شفنا كيف نعمل مشروع جديد، لكن لسه ما فتح المشروع الجديد، راح نشوفه في الدرس القادم. إذا أنت بتستخدم ماك أيضا، نحن عندنا درس كامل في هذه الدورة كيف تنزل أندرو ستوديو، كيف تنزل الجي دي كي على الماك، فبنغطي الجهتين. شخصيا أنا كأحمد ناصر بستخدم ويندوز وماك، ما في عندي أي مشكلة، لأنه بالنسبة لأندرويد عمل التطبيقات نفس الشيء يعني. ما لكن مثلا نتحدث عن آيفون، بلزمك اكس كود، الاكس كود ما يعني مستحيل تقدر تنزله على ويندوز، لكن احنا بنحكي هون على اندرويد ستوديو بينزل على ماك وعلى ويندوز، فما في اي مشكله في تطبيق الدروس. نفس اليونيتي، اليونيتي بتشتغل ايضا على ويندوز وعلى ماك، ما في اي مشاكل. فبتمنى اصدقائي يكون هذا الدرس اعجبكم. نراكم ان شاء الله في الدرس القادم، والذي سنكمل به ونعطيكم شرح ان شاء الله كامل عن بيئه عمل اندرويد ستوديو. السلام عليكم.